يلا. إذن المشهد هنا في مدينة خان يونس ما زال على حاله، مزيد من الشهداء، مزيد من المجازر ترتكبها إسرائيل على مدار اللحظة. أطفال كما نلحظ يتم استهدافهم وهم داخل منازلهم، بعضهم مشردين. المجزرة والمحرقة مستمرة إذن في خان يونس، هذه المدينة. هذا هو طفل كما نتابع، ربما العالم تابع بالأمس كيف كان التصفيق الحار لمجرم الحرب بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي. هذا التصفيق الذي مثل ضوءا أخضرا جديدا للتمادي الإسرائيلي في هذا العدوان وهذه المحرقة والمجزرة التي ترتكب هنا بحق الأطفال. سيارات الإسعاف والسيارات المدنية لم تتوقف إذن عن نقل الشهداء والجرحى. هذا نموذج مصغر للذي يجري في مدينة خان يونس، هذه المدينة التي تتعرض إلى العدوان الإسرائيلي الكبير. عدوان بالتأكيد ما زال يحصد أرواح المزيد من الأبرياء، مواطنون مدنيون. الحصرة بالتأكيد تبدو واضحة على المواطنين الذين يودعون مزيد من الشهداء على مرأى العالم أجمع في غمرة هذا العدوان الإسرائيلي. أسلحة محرمة دوليا تستخدمها إسرائيل ككل يوم، وبالتأكيد تكلم امبارح انه فيش مدنيين قتلى، هاي الاطفال بتترمى، اسر كامله بتترمى، الاطفال ابو 10 و8 سنوات، هدول مقاتلين، روحوا شوفوهم هايهم الان ماتوا، هدول قتلى، هدول مقاتلين، هايهم روحوا شوفوهم، قولوا للعالم، احكوا للعالم انه هدول اطفال مقاتلين. بالتاكيد يعني الرساله شافيه ووافيه تنم عن مدى يعني الغضب الذي ينتاب الفلسطينيين في ظل هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. منزل في قزان النجار ومنازل أخرى تم استهدافها في هذا اليوم. هذا اليوم بالتأكيد هو يوم دموي بامتياز على خان يونس ككل الأيام وككل المحافظات التي تتعرض إلى حرب الإبادة على مرأى العالم أجمع. هذا العالم الذي يتهمه الفلسطينيون كما يعني تابعنا قبل قليل بالتواطؤ مع الجريمة الإسرائيلية. من مشفى ناصر في مدينة خان يونس، أكرم دلول، الميادين.